بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مع حصة جديدة من منهج الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله النهاردة هنتعرف مع بعض على الدرس الثالث في الوحدة الأولى، وهو المناخ والنبات الطبيعي في العالم. هدفنا في نهاية الدرس ونواتج التعلم اللي احنا بنشير إليها أو بيحققها الطالب الآتي: أول حاجة يحدد العوامل المؤثرة في المناخ القاري. إزاي نعرف نحدد العوامل، أو في نهاية الدرس يكون الطالب قادر إن هو يحدد هذه العوامل المؤثرة؟ 2، يقارن بين الأقاليم المناخية من حيث الموقع والخصائص المناخية. 3، يستنتج العلاقة بين الأقاليم المناخية والنبات الطبيعي في العالم. 4، يعدد الخصائص المميزة لكل إقليم مناخي. 5، نوزع الأقاليم المناخية في كل قارة على خريطة العالم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى، أو إحنا قسمنا العناصر بتاعتنا: أول حاجة العوامل المؤثرة في المناخ، 2، الأقاليم المناخية، 3، الخصائص المناخية الحارة للأقاليم الحارة والمعتدلة والبرد. نبدأ مع بعض في العوامل المؤثرة في مناخ القارات. هنلاقي إن إحنا لو بصينا حوالينا هنلاقي إن المناخ بيختلف ويتنوع من قارة إلى أخرى وداخل القارة الواحدة، وده ليه؟ بسبب وجود عدة عوامل بتساعد على التغيرات المناخية. والعوامل دي إحنا درسناها في الدرس الأول والتاني، يعني بنبص على العوامل، 3 عوامل رئيسية: الموقع الفلكي والجغرافي، دول كنا بنتكلم عنهم في الدرس الأول. والدرس التاني كان بيتكلم عن التضاريس. نمسك أول عامل وهو الموقع الفلكي. قال لك الموقع الفلكي بالنسبة للمناخ ازاي بيأثر؟ طبعا احنا عارفين مع بعض ان دوائر العرض بتقسم للعالم لمناطق حرارية، عشان كده قلنا دوائر العرض دي مهمة جدا. ليه؟ قال لك كلما اقتربنا من دائرة الاستواء يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة، سواء بقى أنت متجه من الشمال إلى دائرة الاستواء أو من الجنوب إلى دائرة الاستواء، هنلاقي ان بالقرب من دائره الاستواء الحراره بترتفع. ليش معنى الحراره بترتفع عند دائره الاستواء؟ قال لك لان الشمس هنا بتكون اشعتها عموديه على خط الايه؟ الاستواء. يبقى ده بسبب وجود ايه؟ الاشعه العموديه. وكلما ابتعدت شمالا او جنوبا عن خط الاستواء تنخفض درجه الحراره. فده اول عامل، القرب او البعد عن دائره الايه؟ الاستواء، اللي احنا بنسميه الموقع الفلكي. فانا بشوف انت مكانك فين من دائره الاستواء، وبالتالي بقدر احدد مناخ القاره بتاعتك. طيب ايه تاني؟ قال لك الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي ده اللي هو كان ايه؟ اللي هو الموقع بالنسبه لليابس والماء. لو انا قريب من المسطحات المائيه فدرجه حرارتها هتكون معتدله، طب لو انا بعيد درجه حرارتها هتكون مرتفعه. طب اشمعنى؟ قال لك علشان خاطر المسطحات المائيه أو المية بصفة عامة يعني بتعمل على تلطيف درجة الحرارة، وبالتالي من هنا هنلاقي إن المناطق الساحلية بصفة عامة بتكون معتدلة الحرارة، عشان كده إحنا بنيجي في الصيف وكل واحد بيدور إزاي ولا إمتى يطلع يصيف، علشان خاطر هو أنا لما هروح أصيف هصيف بره؟ لا، ما أنا جوه البلد، بس هي الفكرة كلها إن أنا هروح مكان فيه إيه؟ بحر. يبقى إذا المناطق اللي فيها مسطحات مائية درجة حرارتها معتدلة. اما المناطق البعيده عن المسطحات المائيه فبتكون درجه حرارتها مرتفعه، وذلك بسبب ايه؟ عدم تاثير المسطحات الايه؟ المائيه. طب العامل الثالث قال لك التضاريس. التضاريس ديت عامل مهم جدا. جبال، هضاب، قال لك كلما ارتفع الانسان عن سطح البحر يؤدي ذلك الى انخفاض درجه الحراره بمعدل درجه مئويه لكل 150 متر بطلعه. يعني انا اي ارتفاع 150 متر يساوي انخفاض في درجه الحراره. طيب ما احنا يا مستر ازاي ما بنطلع لفوق الحراره بتقل؟ احنا بنقرب اكتر من الشمس. قال لك لا، ما هو انا علاقتي بالشمس من خلال الارض، مش علاقتي بالشمس مباشره. فبالتالي انا لما بسيب الارض وبتجه الى اعلى الحراره هنا بتعمل ايه؟ بتقل درجه كل 150 متر. عشان كده بيفصل لنا ليه الجليد موجود فوق قمم الجبال. طب دي العوامل المؤثره. طب هو ايه المناخ نفسه؟ وايه الطقس؟ وايه الاقليم المناخي؟ فرق ما بين 3 حاجات. المناخ لما اجي اعرفه هو وصف لحاله الجو خلال فترات زمنيه طويله. بوصف الجو فتره طويله.
أما الطقس فهو وصف لحالة الجو لكن لفترة قصيرة. طب بقى ما دول احنا خدناهم من مستر واحنا صغيرين وعارفينهم، تعالى ناخد مع بعض الإقليم المناخي. الإقليم المناخي ده عبارة عن إيه؟ مساحة على سطح الأرض لها خصائص مناخية من حيث الحرارة والرياح والمطر. مساحة مالها يعني؟ أي مساحة؟ لا، مساحات تكون متصلة أو منفصلة من سطح اليابس وغيرها من عناصر المناخ. يعني أنا بجيب من ساحات قريبة من بعضها أو بعيدة من بعضها بس بتكون متشابهة في حرارتها في رياحها في أمطارها، وبالتالي هنا بتخش تبقى إقليم مناخي إيه؟ واحد. طيب الكرة الأرضية متقسمة كام منطقة حرارية؟ متقسمة لثلاث مناطق، حارة معتدلة باردة. طيب يبقى الأقاليم اللي عندي، أول حاجة الأقاليم الخريطة اللي قدامك بتقول لك إن أنا عندي أقاليم كتير جدا، استوائي ومداري وموسمي وصحراوي حار وبحر متوسط ومعتدل شرق القارات والصحراوي المعتدل وغرب أوروبا والمعتدل البارد شرق القارات اللورنسي والقار البارد والتندرا والجبل. وزي ما أنتم شايفين الخريطة إن مفيش قارة مفيهاش أقاليم، ده قارة آسيا تقريبا فيها كل الأقاليم، وده ليه؟ علشان هي أكبر قارات العالم من حيث المساحة وامتدادها في عدد كبير من دوائر العرض. طيب يا شباب تعالوا بينا بقى نفسر كل إقليم لوحده أو كل منطقة لوحدها من الخريطة دي. تعالوا أول حاجة نتعرف عليها الأقاليم المناخية الحارة. الأقاليم المناخية الحارة بتبقى محصورة أو منحسرة بين دائرة عرض 30 شمالا ل 30 جنوب، ودي بتضم جواها عدة مناطق بقى. أول منطقة معانا وهي منطقة الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي. إيه الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي ده؟ إيه ده يا أستاذ يعني موجود عند خط الاستواء؟ برافو شاطرين يا شباب، هو اللي موجود عند خط الاستواء. هو من كلمة استوائي كده، مكانه فين؟ عند خط الاستواء على طول. يعني ما بين دائرة عرض كام وكام؟ من 0 ل 10 شمالا ومن 0 ل 10 جنوب. طيب أعرفه إزاي يا مستر؟ تعالى كده عند خط الاستواء وامشي معايا، هتلاقي اللي واخد اللون الأخضر الغامق ده موجود فين؟ ده موجود في أمريكا الجنوبية. فين في أمريكا الجنوبية؟ قال لك ده في حوض الأمازون. في منطقة حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية، منطقة إيه؟ استوائية. إقليم استوائي. في حوض الكونغو في غرب قارة أفريقيا. فين تاني؟ قال لك في جزر أندونيسيا في قارة آسيا. يبقى على امتداد خط الإيه؟ الاستواء كده واحنا ماشيين نلاقي الاقليم الاستوائي اللي واخد في الخريطه اللي قدامنا اخضر غامق. طيب ده احنا كده خدنا موقعه الفلكي، خدنا موقعه الجغرافي. طب تعالوا نشوف خصائصه المناخيه. انا عرفت اماكنه، عرفت مكانه فين في الخريطه. طب تعالوا بقى نبص عليه كخصائص نفسه. ايه الخصائص؟ ايه بيتميز بيه الاقليم ده؟ قال لك الاقليم دوت بيتميز بارتفاع الحرارة طوال العام، حر على طول، طول السنة حرارة مرتفعة، مش معنى عشان هنا الأشعة بتكون قلنا إيه؟ عمودية، مش أنا قلنا من أول درس إن إحنا كل ما بنقرب من دائرة الاستواء الحرارة بتعلى، وبالتالي أي منطقة عند خط الاستواء دي حرارة حرارتها إيه؟ عالية بصفة دايمة، يبقى حرارة مرتفعة، والأمطار تسقط طوال العام. طب بتسقط ليه أمطار طوال العام؟ مش في حرارة عالية؟ يبقى في تبخر لكميات كبيره منين؟ من الميه. طب لما تتبخر الكميات دي هتعمل ايه؟ ترجع لنا تاني وتعود في شكل ايه؟ امطار. تمام؟ طيب ده بالنسبه للخصائص، يبقى بنقول عليه ايه؟ حار ممطر طوال العام، طول السنه حراره وطول السنه في مطر. يعني المطر ده يا مستر كل يوم، مش فكره المطر طوال العام يعني موجود بصفه دائمه، مش شرط ان انا الاقيه كل يوم بغزارة، لا يبقى بس هو ايه الصفة الغالبة عليه ان هو موجود بصفة ايه دائمة طوال العام يعني. طيب أهم النباتات بقى، قال لك طب ده أهم النباتات ديت نبات بتكون ايه معظم الأقاليم اللي معانا بتنمو فيها غابات تاخد اسم الأقليم. يبقى أول نوع من الأقاليم اسمه الأقليم الاستوائي، يبقى غابات استوائية. والغابات ديت بتتميز بإيه؟ بأشجارها الكثيفة والمتشابكة، كثيفة جدا ومتشابكة. طب ليه؟ عشان الحرارة العالية والأمطار الكتير بتخلي النمو بتاعها يبقى قوي وكبير وبتنمو بسرعة كبيرة كمان، فلذلك بتتشابك هذه الأشجار بتبقى كثيفة ومتشابكة. طب إيه أهم الأشجار اللي هناك؟ قال لك مطاط
المهوجني، تمام. وبالتالي طب ايه اهم الحيوانات؟ اكيد حيوانات لازم برضو تتناسب مع طبيعة المناخ زي الزواحف، اي حاجة زي كده، الطيور، الحيوانات المتسلقة، يبقى ديت ايه اهم ايه الحيوانات. يبقى انا عندي الاقليم ده بيتميز بيه يا شباب، بيتميز هذا الاقليم بحرارة حار ممطر طوال العام، يعني حرارة ومطر طول السنة. وايه تاني؟ قال لك طب بتنمو في غابات ايه؟ بتنمو في غابات اسمها غابات الاستوائية، اشجارها ايه؟ مطاط ومهوجن. طب حيواناتها ايه؟ زواحف وطيور وحيوانات متسلقة. طيب ده بالنسبة للاستواء. تاني اقليم معانا في المنطقة ديت الحارة اسمه الاقليم المداري الحار، او بيسمى بالاقليم السوداني. الاقليم ايه يا شباب؟ السوداني. وده بيمتد بين دائرتين عرض. كام وكام؟ قال لك بيمتد من دائرة عرض 10 إلى 18 شمالا وجنوبا، من 10 إلى 18 إيه؟ شمالا وجنوبا. طيب هذا الإقليم المداري الحار بيمتد في نطاق واسع شمال وجنوب الإقليم الاستوائي. لو أنت باصص كده على الخريطة اللي قدامك ديت اللون الليموني ده، تمام، هتلاقي إيه؟ حاضن، يعني واخد إيه؟ الإقليم الاستوائي جواه كده، حضنه كده. فهو عشان كده بنقول ايه؟ بيمتد شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. يبقى اول قارات هتلاقي فيها الاقليم المداري امريكا الجنوبيه، شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. في افريقيا شمال وجنوب الاقليم الاستوائي، تمام. طيب في امريكا الجنوبيه فين؟ قال لك في امريكا الجنوبيه شمال وجنوب خد الامازون، وفي هضبه جيانا والبرازيل. موجود فين تاني؟ في شمال استراليا. موجود فين تالت؟ في الاجزاء الجنوبيه من قاره امريكا الشماليه وجنوب غرب اسيا. جنوب غرب اسيا اللي هو فين كده يعني؟ اللي هو اليمن، عند اليمن كده. طيب يا ترى الاقليم ده اللي احنا شايفينه واخد مساحات واسعه وكبيره كده، الاقليم ده بيتميز بايه؟ ايه اهم الخصائص المميزه ليه؟ قال لك اهم الخصائص المميزه لهذا الاقليم ان هو حار ممطر صيف، يتميز بصيف حار مع سقوط الامطار، وشتاء جاف. يعني ايه شتاء جاف؟ يعني ما بينزلش في مطر، يبقى صيفه حار وشتاؤه جاف. طب والنبات؟ قال لك اه مش الامطار قلت، يبقى النبات هيقل كثافته. طب هتقل كثافته يعني مش هيبقى في غابات؟ لا، في غابات اسمها الغابات الايه؟ المداريه، بتكون ايه؟ قال لك اقل في الكثافه والتشابك من الغابات الاستوائيه. يعني انا اصلا مطر يقل يبقى الكثافات بتاع الغابات النباتات ايه؟ هتقل. طب بيظهر ايه تاني؟ قال لك اه مش المطر قل، يبقى لما المطر يقل تدريجيا كده تنمو حشائش بقى. طيب عشان المنطقه دي حاره فبتنمو فيها حشائش حاره تسمى بحشائش السافانا. حشائش السافانا ديت متدرجه في طولها حسب كميه المطر من الشمال الجنوب، يعني ايه؟ بيختلف طولها من منطقه لاخرى حسب كميه الايه؟ المطر. يعني إيه؟ ازاي؟ لما قرب من الاقليم الاستوائي، مش احنا قلنا ان الاقليم المداري ده شمال وجنوب الاقليم الاستوائي؟ يعني المناطق اللي هي في الاقليم المداري بس قريبه من الاستواء هيكون الحشائش فيها ايه؟ طويل. على عكس اخر المناطق في الاقليم المداري اللي عند 18 مثلا هتلاقي الحشائش بدات ايه؟ طولها يقل، لان المطر كميته كمان بدات ايه؟ تقل. وبالتالي قال لك لها اهميه اقتصاديه كبيره، لان بيعتبروها حديقه حيوان طبيعي. طيب ليه بيعتبروها حديقه حيوان طبيعيه؟ قال لك عشان بيعيش فيها جميع انواع الحيوانات، اكله العشب واكله اللحوم، زي الزراف والافيال والاسود والنمور وغيرها كتير من الحيوانات. عشان كده بيعتبروها ايه؟ حديقه حيوان طبيعيه. طيب تالت اقليم معانا في المناطق الحاره وهو الاقليم الموسمي. تقريبا الاقليم الموسمي بيمتد في نفس العروض التي يمتد فيها الاقليم الاستوائي، يعني هي نفس المناطق، ولكن احنا بنقول ايه؟ في نفس العروض الفلكيه لكن مش نفس المنطقه. هنلاقيه بيمتد فين؟ اهم منطقه بيتركز فيها الاقليم الموسمي في اسيا. فين في اسيا؟ يعني في الهند وشبه جزيره الهند اللي هي المنطقه اللي واخده اللون الاحمر دي، هند وشبه جزيرة الهند الصينية وجنوب الصين كمان.
بيمتد فين تاني؟ في استراليا. فين في استراليا؟ في اقصى الشمال. يبقى في شمال استراليا في نوعين من الاقليم، اقصى الشمال ده موسمي ومن تحته مداري. بيمتد في افريقيا في هضبه اثيوبيا ومدغشقر. بيمتد في هضبه اثيوبيا وايه؟ ومدغشقر. دي اهم المناطق اللي بيتضح فيها الاقليم الموسمي. طب الاقليم الموسمي ده بيتميز بايه؟ مش هو بيقع في نفس عروض الاقليم المداري؟ قال لك اه بيقع في نفس العروض. يبقى بيتميز بايه؟ برضه حار ممطر صيف، ويسود الجفاف شتاء، شتاء جاف وحراره الصيف مع سقوط الامطار. قال لك لكن بس الموسمي ده بقى بيتميز عن المداري بايه؟ ان الامطار غزيره شويه، بتكتر شويه في فصل الايه؟ تمام الصيف. فاذا غزير مناخ مداري غزير المطر صيف ويسود الجفاف شتاء. طيب النبات يا ترى برضه غابات مداريه؟ لا، بتنمو في غابات موسميه. ومن اهم الاشجار الموسميه التي تنمو بسبب غزاره الامطار صيفا هي اشجار جوز الهند. وبالتالي طالما هو مداري يبقى في حشائش السافانا. احنا كده اتعرفنا مع بعض على ثلاث اقاليم مناخيه حر. ايه هما تاني بقى كده في السريع بسرعه؟ قال لك واحد اقليم الاستواء، بيقع من 0 لـ10 شمالا وجنوبا على خط الاستواء في امريكا الجنوبيه في حوض الامازون، في افريقيا في حوض الكونغو، في اسيا في جزر اندونيسيا. يتميز حار ممطر طوال العام، دي من حيث الخصائص المناخيه. نباتيا غابات استوائيه، اشجار مطاط ومهوجني، حيوانات طيور وزواحف وحيوانات متسلقه. اما المداري بيمتد من 10 ل 18 في شمال وجنوب الاقليم الاستوائي، في شمال وجنوب حوض الامازون بامريكا الشماليه الجنوبيه، شمال وجنوب الاقليم الاستوائي في افريقيا، في شمال استراليا، في جنوب امريكا الشماليه. يتميز بايه؟ حار ممطر صيفا، جاف شتاء، وغابات مداريه اقل كثافه وتشابك من الغابات الاستوائيه، مع نمو حشائش تسمى السافانا، ودي بتعتبر حديقه حيوان طبيعيه لان بيعيش فيها جميع انواع حيوانات اكله العشب واللحوم. اما الموسمي فبيقع في نفس عروض الاقليم المداري ولكن في اماكن جغرافيا مختلفه، في اسيا في الهند وشبه جزيره الهند الصينيه وجنوب الصين، في افريقيا في جزر مدغشقر واثيوبيا، في استراليا في اقصى شمال استراليا. بيتميز بانه مناخه مداري غزير المطر صيفا والجفاف شتاء، واشجار موسميه بتنمو بسبب غزاره الامطار من اهمها جوز الهند، مع نمو حشائش السافانا. ده بالنسبه للايه؟ للاقاليم الحاره. طب ننتقل لنوع ثاني من الاقاليم وتسمى بالاقاليم المعتدله الدفيئه. المعتدله الدفيئه كلها بتمتد من 30 ل 45 شمالا وجنوبا. أول إقليم معانا إقليم البحر المتوسط، وده بيقع في العروض المعتدلة غرب القارات. بنلاقيه موجود فين؟ غرب معظم القارات. طيب تعالوا نبص كده أماكنه فين في قارات العالم. هتلاقيه موجود في أفريقيا على سواحل دول المغرب العربي، موجود في آسيا في سواحل الشام وتركيا، موجود في أوروبا على السواحل الدول المطلة على البحر المتوسط يعني في جنوب أوروبا، يعني موجود في أمريكا الشمالية في غرب القارة في ولاية كاليفورنيا، موجود في أمريكا الجنوبية في الساحل الأوسط من شيلي، موجود في أستراليا في الجنوب الغربي لقارة أستراليا. طيب هذا الإقليم بقى إيه أهم الخصائص المميزة ليه مناخيا؟ يتميز إقليم البحر المتوسط في إن هذا الإقليم بيتميز بارتفاع درجة الحرارة والجفاف صيفا، يعني نقدر نقول عليه ايه؟ حار جاف صيفا، والأمطار والدفء شتاء، يبقى حار جاف صيفا، دافئ ممطر تمام شتاء. طيب يبقى الإقليم ده حرارة في الصيف مع ما فيش ايه؟ أمطار، وفي الشتاء دافء مع سقوط الأمطار، وده زي مناخنا احنا اللي هو احنا بننتمي ليه يعني، عشان كده قال لك في أفريقيا في سواحل المغرب العربي. طب أهم النباتات والحياة النباتية فيه؟ ايوه غابات
معتدلة أو غابات معروفة باسم الإقليم غابات البحر المتوسط، دي أشجارها بتكون دائمة القدرة، من أهم أشجارها الزيتون. بس مفيش نبات تاني؟ قال لك لا، بتنمو كان طبعا، قلنا طالما الأمطار تقل يبقى بتنمو إيه؟ حشائش. المنطقة ديت معتدلة يبقى بتنمو حشائش إيه؟ معتدلة، برافو، تسمى الإيه؟ الاستبس. طيب أهمية الاقتصادية إيه الاستبس ديت؟ قال لك بتستخدم كمراعي طبيعية، يعني بنرب عليها الأغنام والماعز والماشية، وتعرف في أمريكا الشمالية باسم حشائش البراري. ده الإقليم البحر المتوسط. طب الإقليم التاني معانا في المنطقة المعتدلة اللي فيها المعتدل شرق القارات، ويطلق عليه اسم الصيني، زي ما انتم شايفين في الخريطة اللي واخد لون أزرق بيمتد في شرق الإيه؟ القارات، وبرضه في نفس العروض من 30 ل 45 شمالا وجنوبا. طيب موجود فين؟ في آسيا طبعا، في شرق الصين ده موطنه الأساسي، في أمريكا الشمالية، في جنوب شرق القارة عند نهر المسيسيبي كده، في أمريكا الجنوبية في جنوب شرق القارة برضو، في أستراليا في جنوب شرق القارة ناحية الجبال الحاجز الكبير الجنوبية اللي بتاخد جزء الإيه؟ الجنوب. إيه أهم خصائصه المناخية؟ بيتميز أيضا بارتفاع الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء، يبقى حرف الصيف والانخفاض في درجة الحرارة في الشتاء، الحرارة بتقل فين؟ في الشتاء. طب والمطر؟ قال لك لا، الأمطار بتاعته طوال العام وتزداد صيف. طب اشمعنى زي ليه مش زي البحر المتوسط؟ قال لك لا، ما هو مش زي البحر المتوسط لأن ده بيتعرض لعواصف اسمها عواصف المدارية أو عواصف التيفون، ودي بتخلي الأمطار إيه؟ بتزداد وبتبقى موجودة بصفة دائمة، وخاصة في فصل الإيه؟ الصيف. من الناحية النباتية بتنمو غابات تسمى بالغابات الإقليم الصيني، وهي غابات دائمة الخضرة وأشجارها الصفصاف والبلوط، وطبعا منطقة معتدلة يبقى برضو نفس الحشائش اللي في الإقليم البحر المتوسط، وهي حشائش الاستبس، وقلنا بتستخدم كإيه؟ كمراعي طبيعية. طيب احنا اتعرفنا على الأقاليم المناخية، طب تعالوا للتدريبات. اكتب الإقليم المناخي الذي تشير إليه العبارات الآتية. أول حاجة، يوجد في الهند وشبه جزيرة الهند الصينية. الهند وشبه جزيرة الهند الصينية ده على طول وأنا مغمض كده يبقى ده الإقليم الموسمي. طيب يوجد في حوض الكونغو وحوض الأمازون، ده الإقليم الاستوائي. طب هقف عند الإقليم الاستوائي ده شوية، وتحديدا في حوض الكونغو في أفريقيا. حوض الكونغو في أفريقيا ده شرق ولا غرب؟ ده غرب يا مستر. طب الغرب دوت مش خط الاستواء بيكمل لناحية الشرق؟ طب ليه الإقليم الاستوائي دوت مش موجود، موجود في غرب القارة مش موجود في شرقها؟ أقول لك إن غرب القارة حوض الكونغو لكن مش موجود في شرق القارة، بسبب إيه؟ إن شرق القارة فيه مجموعة من المرتفعات زي جبال كينيا كلمنجارو ومجموعة الهضاب زي هضبة إيه؟ أثيوبيا. وإحنا عارفين إن من العوامل اللي بتأثر على المناخ، أيوه، التضاريس، من الارتفاع، كل ما ارتفعنا 150 متر بتقل الحرارة، عشان كده في حوض الكونغو يوجد الإقليم الاستوائي في غرب القارة في أفريقيا ولا يوجد في شرقها. يتميز بحرارة مرتفعة وأمطار صيفا وجفاف شتاء، ده على طول الإقليم المداري، حرارة وأمطار في الصيف وجفاف في الشتاء. ما هو واحد يقول لي إيه؟ هو يا مستر ما يمشي إقليم موسمي، ما هو الإقليم الموسمي زيه في الخصائص. لا، الإقليم الموسمي اللي تحته بقى بيقول لك إيه؟ أمطار غزيرة صيفا وسود الجفاف إيه؟ شتاء. احنا بنميز بين المداري والموسمي بغزارة الإيه؟ المطر في الموسمي صيفا. يمتد في تركيا وسواحل الشام ولاية كاليفورنيا. تركيا وسواحل الشام ده عند البحر المتوسط، يبقى ده إقليم البحر المتوسط. تنمو بيه أشجار الزيتون، برضو البحر المتوسط عشان دي إيه؟ أشجار معتدلة. أما الصفصاف والبلوط من أهم أشجار الإقليم الصيني. يوجد بيه حيوانات متسلقة، حيوانات متسلقة يبقى عايزين أشجار كثيفة، يبقى على طول نروح للغابات أو الإقليم الاستوائي. ننتقل لسؤال آخر، بما تفسر عدم وجود الإقليم الاستوائي في أفريقيا، في شرق أفريقيا، ده اللي أنا كنت لسه بتكلم عنه في السؤال اللي فات، قلنا بسبب وجود الإيه؟ المرتفعات من جبال وهضاب في شرق القارة مثل كينيا وهضبة أثيوبيا. تعتبر السافانا حديقة حيوان
قلنا السفنة حديقة حيوان لأنها بتضم جميع أنواع الحيوانات آكلة العشب وآكلة اللحوم. أما الاستبس بتكتسب أهمية اقتصادية لأنها تستخدم تمام كمراعي طبيعية تربى عليها الأغنام والماشية. وكده إحنا اتعرفنا مع بعض على الأقاليم المعتدلة البطيئة والأقاليم الحارة، واتعرفنا على مع بعض على العوامل التي تؤثر في تضاريس أو في مناخ العالم. وفي نهاية الدرس بتاعنا أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.